كرم سعادة أحمد بالركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب الفائزين بجائزة الشارقة لكتاب الطفل والفائزين بجوائز معرض الشارقة لرسوم كتب الأطفال خلال حفل أقيم أمس في مركز إكسبو الشارقة في أول أيام فعاليات النسخة 12 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل. هذا وتضمنت الجوائز العديدة من الفئات، منها فئة كتاب الطفل باللغة العربية للأعمار من 4 إلى 12 عاما، وفئة جائزة حقل كتاب اليافعين باللغة العربية للأعمار من 13 إلى 17 سنة، وكذلك جائزة حقل كتاب الطفل باللغة الإنجليزية للأعمار من 7 إلى 13 سنة، وجائزة الشارقة لكتاب الطفل لذوي الاحتياجات البصرية. ومن قلب الشارقة تنضم إلينا الزميلة ريم عيسى في نقل مباشر لمهرجان الشارقة القرائي للطفل. أهلا بك ريم، أطلعينا على الأجواء بشكل عام. نعم زميلتي عايدة، ومساء المعرفة والقراءة على مشاهدين الكرام. أحييكم من مركز إكسبو الشارقة، حيث فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الشارقة القرائي للطفل. هذا المهرجان السنوي المنوع لا حدود للفائدة الثقافية فيه. إذا تحدثنا عن المهرجان بشكل عام، هناك مئات من الفعاليات والبرامج والأنشطة، إن كان في مجال العلوم والهندسة، الثقافة، الفنون والابتكار وغيرها من المجالات التي تعزز مدارك وخيال الطفل. حتى تعرف أكثر حول تفاصيل هذه النسخة الحالية، يسعدنا أن نستضيف سعادة أحمد بالركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب. يسعد مساك سعادتك. الله يخليك سعادتك، يعني ما هو الجديد المميز والمبتكر في هذه النسخة، خصوصا أن هناك دورات بكل تأكيد كانت ناجحة؟ طبعا نحن في كل سنة نحاول أن نجود العمل وأن نخرج بنتائج جديدة تضاف إلى نتائج التي أضيفت في الأعوام السابقة. في الدورة 12 لمهرجان الشارقة القرائي، هذا المهرجان الذي يأتي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى شؤون الأسرة، تم تجويد العمل من ناحية الكيف وليست الكم. في العام الماضي كان لدينا أكثر عن 2000 فعالية ثقافية، في هذه السنة لدينا 537 فعالية ثقافية، لكن هذه الفعاليات تنوعت بتنوع الفكري والطرح الفكري. من هناك برامج للنحو، هناك لعلم النفس للأطفال بسبب وجود الجائحة، أيضا وجود عن البرمجيات، لغة البرمجيات، أيضا عن الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الرسم، التلوين، كتابة الكتاب، مسابقة فارس الشعر، هناك تنوع ثقافي، المسرح، السينما، الإخراج، كل ذلك التنوع اليوم نجده في مكان واحد، ونجد أن إقبال الناس على هذه الفعاليات كبير جدا. هذا الإقبال إن دل على نجاح هذه الدورة بكل المعايير التي نحلم من خلالها أن نحقق نجاح، ليس فقط من ناحية الزوار، ولكن من ناحية الاستفادة من المكون الأساسي لدعم الثقافة والرقي بالأطفال والأسر في الشارقة وأيضا على مستوى الوطن العربي. مثل ما شايفين الجديد أيضا والمميز أن إن شاء الله يعني هناك فعاليات خارجية سوف تكون خارج إمارة الشارقة الثقافية، حدثنا بشكل طبعا تمتد هذه الفعاليات من أبوظبي حتى الفجيرة، يتمتد لكل مدن الدولة وكل مدن إمارة الشارقة. هذه الفعاليات نحن من خلالها نحاول أن نصل بنكهة المهرجان إلى كل قاطني دولة الإمارات، هي حملة تثقيفية وتوعوية في نفس الوقت هي ترويجية لفعاليات مهرجان الشارقة القرائي. نحن من خلال ذلك نصل إلى كل سكان دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال هذه البرامج التي تقام على أرض دولة الإمارات. كما نرى أن المهرجان يواكب الظروف الاستثنائية الذي يعني هذه الظروف الاستثنائية، فنتحدث عن طبيعة الورش، طبيعة الإجراءات الاحترازية هنا بالمهرجان، يعني من الأساسيات والضروريات المهمة اللي الجمهور حاب يطلع عليه. طبعا هناك التسجيل لدخول المهرجان، هناك أرقام معينة لكل قاعة، وجود الأشخاص الموجودين في القاعة في وقت واحد،
أيضا هناك ماسحات حرارية يتم تعقيم المكان في كل يوم، هناك أيضا تعقيم للمسرح يوميا، هناك عدد كثير من الورش، حتى الورش يكون الرقم المحدد لكل ورشة 15 طفلا في الورشة الواحدة، وهذا كله للمحافظة على سلامة زوار مهرجان الشارقة القرائي. سعادة أحمد بركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، نتمنى لكم كل التوفيق. أكيد شكرا. إذن مشاهدينا الكرام، يعني إذا تحدثنا عن الأجواء هنا، أجواء جدا جميلة، يعني كل طفل يعبر عن فرحته، يعبر عن حبه للقراءة والكتاب بطريقته الخاصة بكل عفوية وبكل براءة. طبعا في النهاية أحب أذكر المشاهدين أن المهرجان إن شاء الله سوف يستمر حتى 29 من الشهر الجاري. شكرا لكم. نعم، كانت معنا من قلب الشارقة زميلة ريم عيسى في نقل مباشر لمهرجان الشارقة القرائي للطفل. شكرا لك ريم. إذن مهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في دورته 12 يحظى بالعديد من الورش التفاعلية التي تنمي حب القراءة والإبداع لدى الطفل. في هذا التقرير سنتعرف على أهم ما يتضمنه المهرجان. قيل عنه أنه أكثر من مجرد مهرجان قرائي، وهو كذلك بالفعل، فهو يتجاوز غرس ثقافة القراءة في النشأ ويذهب لأكثر من هذا. في هذه الزيارة سنتعرف على أبرز ما يتضمنه المهرجان. فما بين فعاليات متنوعة تستهدف الأطفال، يتحقق شعار المهرجان لهذا العام الذي يأتي تحت شعار لخيالك، حيث يفتح المجال أمامهم لاستغلال خيالهم في توسيع مداركهم وتنمية مهاراتهم. كما سيشهد المهرجان سلسلة من المعارض الفنية والثقافية والفكرية بحضور 32 كاتبا من 15 دولة. وإلى جانب تلك الفعاليات تأتي مشاركة الأجنحة بمجموعة من الورش كهذه التي تنظمها أطفال الشارقة، وتهدف لتعزيز المهارات القرائية والكتابية والفكرية لدى الأطفال. اليوم قدمت ورشة قصتي على أكياس الحلوى، هي ورشة قرائية تهدف إلى تعرف الأطفال بأكثر على القراءة. فيها يتعلم الأطفال قراءة القصص ثم رسمها على أكياس الحلوى، تشجيع الأطفال على القراءة وتحفيزهم على تعدد طرق القراءة. من جانبها قدمت منصة التواصل الاجتماعي ورشة صناعة الروبوتات، والتي تعتبر أهم تقنيات العصر، هادفة لتعزيز وعي المشاركين بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المستقبل بما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. وخلال جولتك في المعرض لا يمكن لعينك أن تتخطى معرض الشارقة لرسوم الكتب الذي يعد بوابة لتقديم الأعمال الفنية والثقافية بمشاركة 395 مبدعا من 50 دولة. واحتفاء بهؤلاء الفنانين يأتي تكريمهم كل عام، تقديرا لدورهم في تسهيل القراءة وجعلها أكثر متعة أمام الأطفال بإضافة رسوم لكتبهم. مهرجان الشارقة القرائي للطفل يساهم في إعادة الحياة للحراك الإبداعي والفكري خصوصا للأجيال الجديدة. يخبر الدار مجد سويدي من إكسبو الشارقة.